انضم إلينا من القدس مراسلنا نضال كناعنة، ومن القاهرة مراسلنا سمير عمر. سأبدأ بداية مع نضال كناعنة هنا. نضال، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي من ناحية التنسيق مع الطرف المصري؟ ما طبيعة يعني العلاقات التي قد تتأثر هنا من وراء هذا الحادث؟ نعم ماجد، أولا إسرائيل تشيد بالتعاون المصري، هنالك محاولات من أجل القيام بتحقيق مشترك بين الطرفين. هذا التحقيق على الأغلب سيكون على المستويات العسكرية العليا. كان هنالك اتصال هاتفي بين وزير الدفاع المصري مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت على أثر هذا الحادث، وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي طالب بتحقيق جدي مع الجانب المصري. هو قال بأنه تم إيصال رسالة بهذا الشأن إلى الجانب المصري. عموما هذا أقصى المطالب الإسرائيلية من الجانب المصري، خاصة وأن إسرائيل تقول بأن هذا الحادث هو حادث فردي لا تتحمل مصر كدولة أو الجيش المصري أي مسؤولية عنه، وبالتالي التوقعات في إسرائيل ولغاية الآن التصريحات من كافة المستويات السياسية في إسرائيل إلى أن العلاقات بين البلدين لن تتأثر بهذا الحادث. لكن عموما إسرائيل وفي التحقيق الأول الذي يجريه الجيش الإسرائيلي والذي بناء عليه قررت إسرائيل بأن هذه العملية هي عملية إرهابية كما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، تقول بأن الجندي المصري يعني كان يخطط منذ البداية لتنفيذ هذه العملية، وهي تستدل على ذلك أولا بكمية الذخيرة التي كان يحملها معه، حيث كان يحمل كمية كبيرة من الذخيرة، أيضا دخوله إلى إسرائيل وإطلاقه النار على الجنديين الإسرائيليين الذين تقول التحقيقات الإسرائيلية الأولية بأنهما لم يتمكنا حتى من إطلاق رصاصة واحدة للرد على الجندي المصري الذي استمر بالبقاء داخل الأراضي الإسرائيلية، بل ذهب إلى منطقة أكثر بعدا عن المنطقة الحدودية وتحصن هناك بانتظار الدورية التي ستأتي لتمشيط المنطقة. ووفقا للتوقعات هذا ما حدث بالفعل، هذه الدورية الإسرائيلية التي كانت تحت قيادة ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وصلت إلى مكان الجندي الإسرائيلي المصري الذي أطلق النار وتمكن من قتل جندي إسرائيلي آخر، وبالتالي إسرائيل تستدل من تسلسل الأحداث على أن الجندي المصري كان ينوي منذ البداية قتل أكبر عدد ممكن من الجنود الإسرائيليين. سأنتقل إلى سمير عمر مراسلنا من القاهرة. سمير، إذن الجانب الإسرائيلي يقول حادث إرهابي مأساوي، ندعو طبعا الجانب المصري إلى يعني المشاركة في يعني تحقيقات مشتركة في هذا الإطار. ما الرواية التي تقدمها القاهرة؟ ما أفاق هذه الاتصالات الإسرائيلية المصرية الآن؟ يعني ماجد، يمكن النظر إلى هذا الحادث هنا في مصر من ثلاث زوايا رئيسية. الزاوية الأولى هي الزاوية الميدانية المتعلقة بكيفية وقوع الحادث وكيف وصل الأمر إلى هذا الحد والتحقيقات المشتركة بين الجنبين المصري والإسرائيلي. ثانيا الزاوية السياسية، ثم الزاوية الشعبية، كيف ينظر المصريون لهذا الحادث ويتعاملون معه منذ أعلن عنه يوم أمس وصدر بيان رسمي من المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية. على المستوى الميداني، بيان المتحدث العسكري أوضح الرواية المصرية التي تتناقض مع الرواية الإسرائيلية والتي تشير إلى أن هذا الجندي المسؤول عن نقطة التأمين كان يلاحق محاولة تهريب المخدرات ومن ثم أطلق النيران بصوب الاتجاه الآخر، ثم عبر الحدود وأرد ثلاثة قتلى من الجانب الإسرائيلي فضلا عن إصابة فردين آخرين. هذه الرواية الرسمية المصرية التي قالت في آخر بيان المتحدث العسكري أنها تتواصل البحث واستكشاف وعمليات التحقيق من أجل الوقوف على ملابسات هذا الأمر. وفي هذا الجانب فتح الباب أمام تعاون مشترك مصري إسرائيلي. ثم أعقب ذلك بيان أشار من المتحدث العسكري أيضا أشار إلى اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع المصري بنظير الإسرائيلي كان ضمن ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى هي الحديث عن ملابسات هذا الحادث، تقديم التعزية للجانب
الجانب الإسرائيلي، وثالثا التأكيد على البحث المشترك من أجل عدم تكرار هذه الأحداث على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية. إذن هذا هي الرواية الرسمية، هذه الرواية الرسمية، وهذا هو التطور الميداني وفقا للتصور المصري الذي ربما يعني يرفض استباق التحقيقات ويرفض استباق الأحداث وتحميل هذا الحادث أي مدلول آخر، حسب ما قال على سبيل المثال نتنياهو الذي أشار إلى حرص إسرائيل على العلاقات مع مصر لكنه وصف الحادث بأنه إرهابي. على المستوى السياسي لا يبدو أن القاهرة ولا تل أبيب لديهم الرغبة أو الاستعداد في أن يؤثر هذا الحادث على العلاقة بين الطرفين التي تمتد منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1978 و79. على المستوى الشعب ماجد وهو أيضا زاوية رؤية لا يجب أن نغفلها في هذا المشهد. بالأمس كان هناك حالة تعاطف شعبية كبيرة ظهرت في حسابات للتواصل الاجتماعي لمهتمين بالشأن الإسرائيلي، وعدد كبير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يحيوا هذا الجندي المصري الذي قام بواجبه بحماية حدود بلاده والدفاع عن منع دخول المخدرات إليها. ومن ثم هذا التصور الشعبي الذي ظهر سواء في تعليقات الناشطين على التواصل الاجتماعي أو تعليقات المهتمين بالشأن الإسرائيلي أو حتى ممثلي بعض القوى والأحزاب السياسية، نعم، يشير إلى تفاهم بل تبجيل لما قام به هذا الجندي حيال حماية حدود بلاده في مواجهة محاولات تهريب المخدرات عبر هذه الحدود. من القاهرة مراسلنا سمير عمر، من القدس كان معنا مراسلنا نضال كناعنة، شكرا جزيلا لكم.